يدلنا على بركة الله في تحية الإسلام. نهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكرام موضوعنا وهو فن الهدوء. ما معنى فن الهدوء؟ فن الهدوء اللي احنا قليل في المجتمع ديالنا كنعرف ما هو الهدوء في الحياة ديالنا بصفة عامة من نهار اللي كنخلقوا من نهار اللي كنزادوا من بطون ديال الأمهات ديالنا. سبحان الله أنا الإنسان يعني نورمال ممكن يخلق بالبكاء ومن كيموت كيبكيو عليه، ولكن حنا لا، حنا الانسان كيخلق بالبكاء كيعيش حياته كامله صدمات وازمات وحزن واكتئاب وكيموت هو باكي دمع في عينه، باقي ما حسش ديك الطعم ديال الحياه، كيشوف راسو الموت جاتو وباقي ما حسش بديك الفرحه وبديك الهدوء الروح ديالو، كيشوف انه ماشي مشى باقي كيقول الله على ايامي السوداء. الله الله على ايامي السوداء، الله الله على ايامي السوداء، ما انا عشتها ما انا تفطحت فيها ما انا ضحكت منا عشت هذاك من حتى حاجه. الا يعني نشوفوا شنو هو كيفاش كنعيشوا يعني هاد المراحل هادو، كيفاش كنقولوا حياتنا كامله حنا في الصداع وفي الهرج وفي المشاكل وفي الله يستر الحروب مع بعض مع نفسنا، مع نفسنا كنقولوا يعني حروب يعني غير متناهيه من اللي كنخلقوا الا حتى كنمشيو للمقبره. إذا كنستنى صوفيا إذا خلات باش دير لي البلوك، إذا صوفيا بلوكي، يو كان دو، دو إت دو إت رايت نو بليس، يا جو أهيد، إذا كنضلو ملي البلوك صوفيا خصني نجي من الصفحة الله يخليكم. اذا قلنا الانسان كيعيش الحياه ديالو مفقوع مفضو يعني معصب مجموع مع الذات ديالو الله يستر معاه مع راسو، كيحس براسو ماشي هو هذاك، غير كينفخ غير كيصوت الله يستر، الحرق في الراس المعده، الحرق في الراس هو غير مع راسو. بحال دابا هادو اللي كيدخلوا لهنايا معذبين معذبين كيكسبوا، هادو الناس عندهم امراض ما كيتقبلوش الاخر، ما كيتقبلوا الاخر، ما كيسمعوا ما كيفهموا ما كيشوفوا، سخط الله المسخط. خمسه ديال الحواس عطاهم الخالق عز وجل، خمسه المصائب الكحله، وما كيستعملوا حتى شي حاسه من الحواس توصل لهم المعلومه من داك العقل ديال الرصاص. خمسه ديال الحواس اللي هي البصر اللي هي السمع اللي هي الشم اللي هي الذوق اللي هي اللمس، والو حتى شي حاسه ما خدامه. اولا خاصنا نعرفوا بان المجتمع ديالنا بعدا ما كينزاد الطفل ملي كيخلق هو كيشوف المعارك، الا ما كان في بيته عند عائلته، الا ما في عائلته عند جيرانه، الا ما عند جيرانه في المدرسه كيشوف المعلم كيف عنده في التلاميذ، يعني هذا يعني كنطلعوا بديك الدرجات ديال الخوف والرعب والهدوء ما كاينش. يعني ملي كنوصلوا كنجوزوا فتره البلوغ وكنحسوا بان الجسد ديالنا قادر ندفعوا بنفسنا، فاحنا يعني كنطوروا، كتكون واحد الثوره في الاخر. ما بقيناش لان علاش الانسان العربي كنشوفوه يعني ملي كيوصل واحد السن لا في البيت ديالو ولا كي يعني كيرجع في الوجه ديال ماه، يرجع في الوجه ديال باباه، لان عيا تايرت، عيا عيا من الزمر ديالكم، عيا من المشاكل ديالكم، عيا مدرسه الضرب، في الدار الصداع، في الزنقه الصداع، كلشي كيغوط الله يستر. ملي كندخلوا للاسواق ها الريكلام ها العدو ها خمسه دراهم ها 1000 درهم، كلشي كيغوط ربي السلامة، كل شيء كيغوت، قهوة القشع كيتسيبو، المقالي كيتسيبو، الكيسان كيتهرسو، القهواجي كيجيو يكب عليك عسل، يا عباد الله اش هادشي؟ شي المطعة شي شي مقر، اش باغي؟ من عند الباب كيقولو السلام عليكم سيدي، اش باغي اش جاي دير؟ ايا ويا 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 ويا، يعني هاد ما كاينش الفن، ما كاينش الهدوء. ما كاينش الهدوء، الهدوء ما كاينش ما كنعرفوهش، بعيد علينا، فين الهدوء خصنا يا هاي؟ يا شباب، وسنة ضوئية بيننا حنا وبين الهدوء، سنة ضوئية.
عرفتوا شنو هي سنة ضوئية؟ سنة ضوئية بيننا وبين الهدوء. إذا الأماكن كلها فيها الضجيج، صداع، فيما مشينا وانتقلنا وارتحنا حنا صداع كاين. دخلوا الإدارات ما كالتزموش بالصمت. خرجوا من باب الجامع قلابة، الصوت ديالنا ديك الناس اللي كيكونوا ساكنين قبل من الجامع كلشي كتفيقوه وتنيضوه. مشينا للمقابر ما ندخلوش للصمت، يعني الهدوء ما كاينش. نخلفوا ونفوق القبورة نطمو عليهم ونزيدوا، وغدو بعدو غتكون حتى نسينا داك القبر. دبغي اللي يجي يسطم عليك ويزيد عمل يجي. الله يخليكم الصفحه غادي تطيح لان كاين البلوك بزاف. بعد المسلين عاد جدادي ماجين معني ماجين هاد القوم هذا محال. واش من ترستري هادو ماجين اكسترا ترستري هادو ماجين. طلعتي في الطوبيس كلشي كيغوت، طلعتي في التاكسي شي جالس من فوق شي. خصنا نعرفوا واحد الحاجه مهمه، الهدوء اول حاجه، اول حاجه باش تقدر يكون عندك الهدوء في الحياه ديالك وتخدم على هاد النقطه هذه. خصك بعدا حنا كدين اسلامي خصنا الصلاه، غادي نشرح لكم علاش الصلاه مفتاح الهدوء، رغم انني ماشي مرأة الدين، ولكن انا غنشرح لكم من ناحيه الطاقه مايفنس ولا جوغا كيفاش عملوا بحوث اكاديميه على المنخس في الهند وفي الصين وجبروا هاد الناس هادو عندهم الهدوء وعندهم الكلمه. بقاو معاهم الامريكان والغوص عملوا عليهم تجارب وطلع بان العباده كتخلي الهدوء. اذا حنا الاسلام ديالنا الدين ديالنا مفتاح الصلاه، والصلاه هي مفتاح الهدوء. خلينا من التنهى عن الفحشاء والمنكر و و و و انا كنقول لكم على الهدوء دابا هي الصلاه. الصلاة اي وحده جالسه معايا ما كتصليش هذا الموضوع واقيلا ماش تضيع معايا الوقت. اذا قلنا ان الانسان الى قام بهذا الطاقة ديال الصلاة فهي كذا. احنا المخ ديالنا خصنا نعرفوه مقسم، يعني المخ تقسم القسم الشمالي والقسم لا القسم الشمال والقسم اليمين. ملي كتوقع الصلاة فهاد جوج الأقسام هادو كيتساووا. إيبر كامبوس عندنا سكيردو يعني بالإسبانية سكيردا ودريتشا، يعني هادو جوج بحال بحال انتم كتشوفوا المخ يعني ديال الحيوانات منك كتشوفوا داك الشفطه الوسطيه اللي كتجي هيدا، هذاك معناته انه مقسم واحد الجهه واحد. كل جهه لاش كتخصص؟ كاينه جهه اللي كتخصص باللسانيات باللغه بالحفظ بالذاكره، جهه واحده اللي كتخصص بالاراده بالقوه بالتركيز. يعني المخ كل جهه مخصصه لشيء. نجيب الصفحه الله يخليكم باش نزيد نكمل. نستنى صوفيا، انا كنستنى.
الى الصلاه اول شيء كتعمل الانسان من هذه الناحيه هذا الموضوع هذا لا تنسيون يعني ايموشنال كتحاول تعمل له التوازن فيه كيوقع له واحد الراحه النفسيه كتحاول تخليه ساعات لان عندنا خمسة المرات في النهار خصنا نعرفوا بان عندنا التاثير ديال البيئه المحيط اللي هو المحيط الارضي وعندنا تاثيرات كيجونا من خارج الجو الغلاف الجوي ماشي عايشين في الغابه احنا ما عايشينش في الغابه هاد الاشعه الشمس وهاد القمر وهاد النجوم هادو راه كيأثروا على الارض كيأثروا ماشي غير على الانسان على جميع الكائنات والمخلوقات اللي كاينه في الارض جميع المخلوقات اللي كاينه في الكون راه كتاثر بهاد الكواكب وهاد الاشياء ديال الغلاف الجوي اللي من برا لو ما كانش عندنا الغلاف الجوي ما كناش نقدروا نعيشوا عرفتوا شحال الشيء كتسيب الشمس يعني يوميا واللي كيرجع الرد ديالها بالغلاف الجوي لا يعد ولا يحصى اذا الدراسه تثبت ان المنخس اللي كيكونوا في المعابد ديالهم كيعبدوا انهم عندهم واحد الهدوء ولو عملوا لهم اللي عملتوا لهم عايشين واحد الراحه واحد السعاده واحد الراحه النفسيه اللي هي يتمناها اي واحد باش بالعباده وجبروهم كل ما قاموا تعبدوا الا وهما السعاده والراحه ديال البال وهي كتزيد لان اليوم نوروسيانس يعني العلم ديال العصبونات ديال المخ راه بدا في التطور وماشي وباقي معقد الى حد الان راه باقي ماشي ما عندوش الحد لان يعني الجهاز العصبي هو جهاز معقد جدا للغايه واحد قال لي واش كنهضر على الاسلام انت ما كتحترمش الاسلام انا دابا كنهضر على البوذيين وداكشي اللي كيتعبدوا ليهم والاسلام كنهضر عليه كباقي الديانات الاخرى الانسان مهم هو يتعبد فين عندك انت المشكل مع الاسلام إذن صافي نزيدو اوكي اذا كنا العباده كتحاول تخلي واحد الاستقرار واحد الهدوء في النفس ديال الانسان فالانسان اللي مخلي العباده فخصو يعرف بانه معرض للغوط ومعرض لمشاكل وعرف حنا كنشوفوها اللي كيسوق في الطونوبيلات كيغوت لي في الارض كيغوت كل شيء كيغوت كنمشيو حنا ردوا بالنا كنعيطو مثلا منابر اعلاميه باش نهضروا نعاودوا المشكل ديالنا ما كيبقاش التعواد باش نفهموا حنا شنو داك الانسان خصو يقولنا الغوات هل تظن ان الحاله اللي كتغوت بها الناس غادي يفهموا وغادي يعملوا لا الناس راه عند بالها بالصداع غادي توصل والقباحه شباب اليوم كنشوفوهم تهضر معاه يقول لك مالك ويعلو يطرطق فيك عينه انا بعدا نشوف الشباب من هذاك نحمي راسي ونزيد فحالي ماشي خوفا منه كنعرفو السوق يعني قليل الادب عنده مشاكل واش انا غادي نعمل راسي في الناس عندهم مشاكل لا يعقل لا يمكن والدليل على ذلك الكوارثنا هما كانت الاغلبيه ديالهم كنهضر عليهم ملي كتعليو عليهم صوتكم راه ما كيهضروش معاكم كيجاوبوكم لان كيعرفوا عندكم مشاكل اش كيعملوا لكم كيضربوكم الضربه القاضيه في اوراقكم في المدرسه ديال ولادكم كيزولوا لكم ولادكم ها هو المشكل فينو شتا المشكل فينو هو هنا المشكل لان انت اصلا عندك مشكل شحال منهم هنا في اوروبا طريقه الكلام ديالهم ما كانتش هي هذيك علاو الاصوات ديالهم في الاخر طاحوا في الارض انا بعدا ملي انت كام نشوفك طحتي بديتي كدريات في راسك اذا انت اللي عملتي ديك المنظر قدام بنك راه كتخلعوا اذا الدوله من حقها تحمي ديك الطفل ولكن انت كوبو ما عارفه لا عالف من باع كتقول هاد البلدان هادي عنصريه لا ماشي كاملين عنصريين خصنا نبداو نفهموا الاشياء على الاصل ديالها ما
بقاوش نفهم احنا داكشي على المزاج ديالنا، غير حنايا مثاليين عاملين بحق عايشه قنديشات. ها فيما كانت شي عايشه قنديشات تجينا تخربق علينا ونبداو حنا نحمقوا الراس ديال الناس ونتهموا الناس باشياء اللي ما هياش. ما عندك حتى شي افاده من داك الطيحه اللي كطيح في الارض وداد انت في شعرك. سينا انسانه عاقله ما شاء الله عليك، بقى صغيره كتهضر مع بنادم قل لها الله يخليك انا ما فهمتش واستغفر الله، او لا قل اعطيني واحد خمسه دقائق نمشي لله بابا ونمشي نعمل شويه استغفار، كب عليا الماء باردين فزك يدي ونعمل تنفس ونرجع عند السيده بلا ما نطيح بلا ما نشوه راسي. دابا بداو كيطيحوا لله ما كيجيب لهم بولونس يعاقوا بهم. اها ينوضوا يدبزوا يبداو يطيحوا. كتشعط برجلها وتضرب برجلها زعما شنو ضربك الجن. هادو ما كيامنوش بالجن هادو من بعد خصك تعرفها. هذاك الجن ديالكم وداك العفريت ديالكم وداك الزنانه الضديد ديالكم وداك القنافات وداك الشطاب معلقين في الحوانات، هذاك الشيء هما ما كيامنوش به. هادشي ديالكم غا خليوها عندكم مسطوني، غا سطروا لنا بعدا سطروا لنا انا مزوقه فيكم سطرونا. وتضرب برجلك في الارض شي تيديوك للطبيب كيضربوا لك ليبرا ليبرا ديال النعاس ديال همزه كيكتبوا الرابور عليك بانك حمقى هبيله. قالت لك خلينا نكتبوا لك الرابور بانك حمقى وهبيله وما تصلحش تربي الابناء انت ولا المجتمع، انت خصو المجتمع يردوها له منك بانك حمقى. هذا هو الحق حقيقة، هذه حقيقة. سي حكيم جيتك جنية ولكن زليق مزيان وماشي يجي معك. شت جنية شنو عملتك؟ قطتك زليق قطتك الباب. هادو حالات حنا شفناهم أولا كيوقع شي مشكل. أنا نعطيكم حالة الناس ماشي يكونوا شافوها على الإنترنت، شاف العالم بلا ما نطلع لكم انا دابا وتشوفوها. مرا كبيره في السن، السفنيه ديالها مربوطه بالحجاب ديالها في فرنسا، جالسه طايحه على السيرفيسه، الكاوريه ما عرفت شنو قالت لها، بغات تضربها قالت لها والله بدك الهضره ديالها، قالت لها لا ما ندقدق على كذا وكذا، وكتعلي وكتعلي برجلها وكتشعط وهذا، والعالم كيصور فيها وتلقاها لنا في الفيسبوك. ناضت كلاس المراه كدابز مع المراه على الكينتون في وسط البارك باريس. مراه كبيره عربيه بدون ذكر الاصل، لكن الناس غيكونوا شافوها. واش انتينا واش هذاك السن اللي عندك ما حشمتي عليه ما عرقتيه؟ ها كدير في الزن والكوريه شاربه ومعقله واقفه مع الراجل ديالها كتشرب الكينتو ديالها ولا كتشرب البودكا ديالها، ولكن الكوريه جالسه ما عندهاش داك الغضب وداك الشيء ديالك انتينا، ما جات تفرغ المشاكل ديالك والطاقه السلبيه ديالك على عباد الله. هذا الحماقه زيد عاد جلاب السمنيه زايده هاد جلاب والسبنيه. ايه يا راسي انا انتم ما جبطوش الزلاط والله، كاين بعض الانواع ما كيحشدوش زعما. علاش زعما مغطيه راسك ومغطيه وعامله الجلاب زعما في الجلاب في البياض بحال تكون باش درك المشا السعوديه باش تحج انتينا داخله للبار باش كينتو؟ هادي ماشي انا كنقولها، هادي طبلوا عليها جوجل وغطلع لكم في المواقع التواصل عملت بوم كبيرة المرأة كبيرة. هذاك غير شيخ انا العربي صوره وصيفطنا، لان احنا تبارك الله العرب ديالنا كيقولوا خير بعضهم وكنستروا بعضنا. ملي كنشوفوا شي حاجه داغيه كنقوموا بالاعمال الخيريه والانجازات ديالنا، هو نفتحوا بنادم. كنفتحوا بنادم ونعريوها ونخليوها مشوه. هاهي قالت لي سنة شفتها شفتوها. اللي بغى اللي كيسمع كيسمعني وبغى يسمع يدخل يقول غير فكره. المراه الكبيره السن اللي في فرنسا شاربه وكدابز مع قوريه غطلع لك غطلع لك السيده تما معلي على جلابتها باغيه تضرب الفرنساويه. يلا شوفوا على موص... المراه كبيره تنقول لكم في السن ماشي ديال الاربعينات ماشي ديال الخمسينات، المراه السبعينات الفوق. المراه مشات واقفه عليك برا على الكونتوار ديال البر عرفتي ولا؟ وشنو عملت بالعربيه كتسب الفرنساويين؟ قالت والله حسن شتف عليك. هي الانجاز يا ودي في الاخر تقولوا علاش كيدو لكم ولادكم؟ ما عندكمش الهدوء. شتو انا ناكد ان اي واحد اللي عنده الهدوء النفسي قد فاز فوزا عظيما. اللي عنده الهدوء في التصرفات ديالو مع زوج مع اخ مع اخت مع جار مع رب عمل مع في اينما راح تصور تحيت عندك فوز عظيم في الحياه.
فوز عظيم في الحياة. هذا الهدوء بنادم خصو يخدم عليه. علاش خصو يخدم عليه؟ لان الاغلبيه ديالنا حنا جينا من مجتمعات اللي الغضب شفناه باللي خلقنا، شفنا في البيوت ديالنا شفنا الاباء كيدبزوا، الاب والام كيتنحروا. هذه هي خطيره جدا للغايه. وانا كنقول اي اب وام جالس في بالي دابا الله يهديكم الا كنتو كدبزوا هذاك شغلكم، ولكن حدا الاطفال لا. ابنيو هاد لا جينيراسيون، خليو هاد لا جينيراسيون تطلع نقيه. شبابنا سي ان تريزور، خليوهم يطلعوا يعني هادئين. راه كتركبوا لهم السم في الروح ديالهم، الله يستر كيبقاو غير كينقزوا. كاين بعض الناس راه في الحبس دابا غا على الهدوء النفسي ما عندهاش. كيقول له شي واحد شي هضره ولا كيقول له الام ديالو، كينوض كيضربو كيجمع معاه كيقتلو. ها هو في الحبس على كلمه بسيطه، ما عارفش كيفاش يكونترولها. ها هو في الحبس ضرب 20 عام و 15 عام والى ما غير ذلك. علاش؟ على والو. علاش قال له هضره ما تجاوزش عليه؟ لا حنا كيف كنشرحوها بالمجتمع، راجل ونص. ايه راجل ونص، راجل ونص كيكون في الحبس. راجل ونص هو اللي كيكون عاملنا داعيه وخارج وكينشر الاسلام وجالس كيعاون في المساكين وكيطلع على الايتام ويطلع على العجزه ويمشي للمقابر وحفر المقابر ويغسلنا الموتى ويخدم عباد الله ويدخل هذا هنا ويعاون هذا هنا ويحفر في الابار ويغسل الدار ويغسل البيبان ديال الناس ويطلع على ديك المراه الكبيره اللي في السن اللي ما عندهاش ويشوف الحاله ديالها ويطمن عليها. وهذا هو راجل ونص، ماشي الراجل ونص اللي يهضر معاه كيتنقز هو بحال فرعون. هامان الرجل ليست القوة، قوة يعني ردة الفعل. أولا المرأة كذلك، كنشوفوهم كيف كيتعاملوا الجيران بعض الأحيان، كتخرج جار عن جار الله يسر باغيين عرفتي واحد المنظر يشمئز له تشمئز له القلب. جارتك وهذيك جارتك يا عباد الله، وهذيك راه كانت غادي دورتك تقريبا، راه مشاركين الدخان ومشاركين كلش. علاش تسموا هاد الحسد؟ علاش على وعلى والو كتجبر على اطفال داب زوج الاطفال مع بعضهم؟ غا واحد ضرب واحد جيبهم بجوج وهضر معاهم بجوج، هضروا معاهم بجوج وبخوهم بجوج. خلي هذاك اللي كلا الضق يعاودناش كاين وهذاك اللي ضرب يعاودناش كاين، ونعملوا له عقوبه ونربيوه ونصلحوهم. شنو هنايا؟ لا واحد اش ولدي ولدك، ولدي ضرب ولدك صافي الا غلب لي انا ولدي ولدك انا احسن ندقدقك. لا وهادشي ما كيكونش. سمع عندك هانو كيهضر لي على الحجاب وداكشي، اخويا انا ما محتاجبه ما والو، انا غاسسر راسي، شكون قال لك انا محتاجبه؟ وهذا هو الاسلام، ما هذا هو الاسلام، وهذا هذا وهذا هذا. خويا انا ستر راسي والله يخلف الله يجعل البركه. علاش اخويا لاباس؟ شنو فيا كيبان؟ ايه انا اخويا مستر راسي عليا القندوره ديالي في الزريره لون السكون طرطق في عينك فهمتيني، ولابسه الازورت ديالي كما يجب، السبينيه ديالي مدوراها على راسي بالتربانطي ديالي، وجالسه في القمه في القمه، وربي راضي عليا وباغيني، عاطيني نور على نور. هل الدفاع عن الاسلام هو انك تدخل وتهاجم عباد الله؟ هل الاسلام كان بالقوه بغيتي تعملوا لي بالسيف؟ الاسلام ليس بالسيف يا حبيبي، الاسلام هو تعريف جميل لصوره الاسلام، والاسلام هو من سلم اخوك من لسانك، هذاك هو الاسلام اولا وقبل كل شيء. ما تجي هضر لي على الاسلام بعيد عنك كل البعد. شتي انت والاسلام بينك وبين الاسلام سنه ضوئيه، وانت كتحارب غير راسك في الحقيقه، انت اصلا مع راسك الخلايا ديالك ماشي متفقه. شتي الخلايا ديالك التركيبه ديالك ما متفقاش قاتله. اما انا الحمد لله كنحمد الله عز وجل تركيبتي، اللهم كنحمد وكنشكر ملي يصبح الصباح قطن الخالق كنحمدك ونشكرك كنعلي عيني السما كنقول له حمدتك وشكرتك. والله يا الهي الا انك كتبغيني وباغيني وراضي عليا، حمدتك وشكرتك يا الله يا ارحم الراحمين. من الاسماء الحسنى بعدا كلها قايم نكرر والردة. على نسيت الحق لي؟ على ان المكان اللي عطاها لي الله هذا الحق نسيت؟ ها؟ هيا استوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ها؟ اي ولا قالت الجزائريه ندور نهضرتها. خلاها اللي خلاها بني عربون. يعني عربون عندهم التقاليد والعادات والاسلام اللي فهموه هما بصورتهم. يقول لك سير خرج من صفحتي يعطيني اتساع. فهمتي؟
سير اخويا طلع على هذوك اللي كيطلعوا معريين عليكم وكيعمل لكم الفضائح والكوارث. سير هضر معاهم الا انت مسلم حقيقي. هذيك الله حفظها تعمل لك، عرفتي شنو تعمل لك؟ داخلين عند حان انا غنعمل لك غالبلوك وجري عليك. عيد عليك كل البعد. فهمتي؟ حنا هنا في اوروبا الناس كتمشي عريانه، ما عندهمش كاع الحوايج ما كيمشيوش بهم في الصيف. وما هنا انا طلع عندك بكل احترام راسي مغطي كل شيء والحراره عليا وانا كنصط والهواء فوق مني مشعل. شوف شحال العذاب عندي وانا خطره راسي. هل هذا لا تقوليش عليه شكرا؟ ها؟ كانت وحده هنا عرفتي كيف تطلع عليك؟ عرفتي كيف تطلع؟ وتسمعك اللي ما عمرك سمعتيه من كلام ساقط. ولكن انتم داكشي اللي خصكم في الحقيقه، خصكم بحال هذوك وسم الصفحه هذوك. هاد الصفحه هذه بعيده عليك. ما عندكش اش تقول فيها. خليونا نهضروا مع الناس، خليو الناس سواعه، انتم كتجيو غير باش تعملوا لنا هنا البلبله. فهمتوا؟ شتي اخويا تجي لها الكراد الحراري اللي عندنا هنا يطلعوا عندي قسما بالله حتى عرفتي هما داكشي اللي خصهم. دابا الناس يطلعوا مغطيين يعيروهم، يطلعوا معريين يعيروهم، هادو المنافقين هادو. انا جالسه معاكم وكنصوت والهواء فوق مني 16 عامله له باش ما نهبطش كثر. ها هي فين هي؟ قال لك واحد جوج. واش ديري انا؟ بقى ماشي ميته باش نتكفل، اسمح لي. يعطي الله هو هذا. مصيبه مع هاد الناس. شكون كامل اللي بارطاج من هاد النوع هادو؟ دابا نعمل له البلوك حتى هو. نعم، إذا واحد كيقول لي حافظي على هدوء، كما كانش عندي الهدوء النفسي، فقدت الكونترول شحال هذه يا عزيزي. أول وحدة كتستعمل الهدوء النفسي كما كانش عندي، وراه نخرج لعالم آخر. أنا كنبقى في العالم ديالي، أكيد حافظ على الهدوء النفسي ديالي. ما تخافش عليا. ربي يخليك أدري فيفي. إذا جامايكا، جامايكا دوبلهين ولا دوبلين ولا شنو؟ تخلي في صلب الموضوع. عملت شي شفتي على اسمك وتصحح الاسم ديالك في الفيسبوك. كنظن احسن نو؟ اوكي غادي نزيدو على الموضوع الله يخليكم. كذا قلنا المفتاح بالهدوء النفسي هي العبادة. تجارب اكاديميه تحطت على المنخص، المنخص هما ديك الرجال اللي كيتعبدوا في المعابد، جبروا ان عندهم واحد الهدوء النفسي، واحد السعاده، واحد الطونسيون عندهم ايموسيونال، كيتعاملوا يعني بالكرم، كيتعاملوا بالطيبوبه، كيتعاملوا يعني الروح ديالهم صافيه. سبحان الله. اذا بعد عليهم كل انفاض الاعصاب، الحقد الراس، ما كيعرفوا ما لا حقد الراس لا والو، كيبقاو غير ديك المعابد كيعبدوا فيما كيقوموا للعباده، ان الهدف ديالهم كيصعد سبحان الله في القسم ديال اليسار ايبوكامبوس. اذا هنا الدليل القاطع على ان العباده، ان الصلاه خصوصا حنا اللي مسلمين، انها كتساعد على الهدوء النفسي. الصلاه خصها الخشوع، لان الصلاه بلا خشوع وماشي غير الخشوع، يعني حنا خصنا نبداو نهضروا مع الله عز وجل. خلينا من هذوك اللي كيقولوا لا مد لا، اه نهضر مع الله، عرفت حتى هما ماشي يحرموني منهم ولا؟ نهضروا مع ملك الملوك، نهضروا مع الرحمن الرحيم، نهضروا مع السميع العليم، نهضروا مع القهار، نهضروا مع يعني الاسماء كلها ديالو نهضروا معاه. راه باقي الناس ما كتهضرش مع الله. يعني ما كيهضروش مع الله، الناس ما كتقدرش كيعرفوا ديك الصلاة طق 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 وينوضوا فحالهم. عندي مشكل كنقول اللهم اني استودعك هذا الامر في يدك يا الله، اللهم انت الهي ونفسي بيدك يا ارحم الراحمين، اللهم وجهني الى الطريق الصحيح، هذا الامر اللهم اني استودعه في يدك، لا اله الا انت سبحانك سبحانك اني كنت من الظالمين. وتشوفوا احسن ما نطرطق انا عيني في الناس ونبدا نضرب في عباد الله هنا ونبدا نخرج عيني ونبدا ديك الغزاطه زعما انا راني عربي. انتينا هي اللي عملتينا، هو اللي مصنع لي الطيار كيطلعوا في الصواريخ كيطلعوا لي في السماء. عاد طرطق عينيك في الناس زعما شنو؟ ومحيح الدنيا والناس كيرغبوا فيك ديسكوت وانتينا زايده طالع بالغوات ديالك. ديك النهار وراونا الطياره طالعه في السماء الله يسر
يا راسي يا الغريب تبعت الطيار سنين بدهم خطروا في انجلسو صلى ايش ماش خصهم يعملوا يمشوا وحدهم في الحقيقه عرفتي واحد كيف عامل واحد ولا اخر بلس مطعو صافي قلب ناقص واخر بقى لك عليه عرفتو ولا الناس كتغوث عدانت في الطيار وقتلوا بعضهم او داك النهار في الطيار عاود النصا الشعر كيتنتف اش داك الحاله هذا معناته ما كاينش النوع ما كاينش الهدوء النفسي ما كاين حتى حاجه ما كاين اخلاق ما كاين قوس وسطم عليا شي واحد سوري حي راسي منقوس there is no problem ما كاين حتى مشكل وبصح ما كاين حتى مشكل غير صمك على جلدك راه بقاطع ولا على سطمتي عليا على شحال على شي واحد انا سيدي علاش كتشوفني في مراتي ايوا عملنا الحايك تشوف لك مراتك العينين تحكم عليهم الشرع يعني هنا كاين بعض الناس كتبقى تجبد المشاكل لانها عاشت مشاكل وهذاك الضغط اللي عاشته في الصغر ديالها لما كيوصلوا البلوغ والرشد لما كيرشدوا فهما كيبغيو يثوروا على الناس وراه هاد الناس ما كيعيشوش هكاك راه الناس ما كيعيشوش نثوروا على الناس ما عملوا لنا حتى شي حاجه لان احنا كنعيشوا في واحد المجتمع اللي كنشاركوا فيه بزاف الحوايج شو نصليو في جامع نصليو حدا بعضنا نقدر نكون جالسه ولا جايزه عندكم من درت نزلوا نصطام عليهم ونهرسهم مشى الطونوبر مثلا وضربتك من لورا كاين قانون يعني غتجيبوا ورقتك غنجيبوا ورقتي غتتكاتب وغنتكاتب لا ولا لا ما ضرب علاش ديك لا ولا ما ضربتينيش ضربتيني وما كتشوف شي وقعت الواقع واش هو بالعاني بغى يضربك واش هو بالعاني بغى يضربك علاش مقرب لها والناس واقفين من اللور ومع اللي يدك ومحياه وا 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 انا بعدا كيعجبوني غير هادو مدهنا بحال ديك النوع هذاك كدير دابا اسميستو كنعمل لها دابا اسميستو كنعمل لها اخرى كتشوف فيها هذا كنعمل اولا كتشبر التليفون ديالها قاصه من بالله الجوريه كتشبر التليفون ديالها اخا زعما كتهضر لها في ودنا خصوصا واحد النوع عندنا هنايا الاجانب كيعملوها بزاف كيوقع شي مشكل كيكبروا السوق قولي ما تجاوش ما كتقولش حتى ما عندك ولا حتى عندك اذا خصنا نعرفوا بين 60 حتى 90% يعني الناس راه عندهم تنسيون اللي كتوقع لهم هاد ايموشنال الاعصاب طريقه التفاعل الناس كتلقى العمل ديالها الناس كتلقى الابناء ديالها كيهربوا منها كيفقدوا الاسر ديالهم كيفقدوا الازواج ديالهم وهذا الشيء احنا عندنا بزاف عندنا بزاف يعني عندنا صداع بزاف والغضب بزاف الغضب من الشيطان غضب من الشيطان والشيطان علاش باقي هو قال له خليني احسن الى ان يبعث له صاحبك بقى هنا باش يجلس ينورك هو جالس هنا باش يكحل عليك باش ضبط انت هو مورك هادشي الدور ديالو الشيطان الا انت لا كتامن بكتابك الطاقه السلبيه هذا هو دوره انها تكحل عليك وفعلا انا كنشوف بزاف الناس كيشوفوا الحياه كامله كحل الله يستر غصب لفظ بلا اللي قالتها كلمه فرنسا ما ينجموش يشوفوا النجوم الله يسر ويتاملوا فيهم يشوفوها غاز بلا فتح لف كحل الله يسر ويبقي السلامه وهذا راه مشكل كبير وغادي نزيد واحد النقطه مهمه اللي كتوقع بين الناس وهي خطيره جدا للغايه من اخطر النقط اللي غادي نطرق لهم وهو ان الانسان يحس بانه مهدد مثلا ديك المراه اللي مزوجه وعند الراجل وكيقول لها تمشي بحالها وهي ما عندها فين تمشي ودرغف وتساوك احنيني احنيني يا حبيبي ما كاين لا حنيني ولا حبيبي كل ما هي كتزيد درغف كل ما هو كيزي امن نصارى كل ما هي كتزيد درغف كل ما كاين يديها فيك شكون غيديك شكون هذاك راه كيعمل لك التهديد عليك هذاك عنده ثقافه ديال التهديد باش يخليك دائما باش يحطمك مره واحده باش يكرهك في الحياه علاش انتينا خلقك هو خلقك الخالق حنا نفرضوا ما غيديها فينا حتى واحد ومن بعد ياك ما غيتقضى العالم قول له قول له قول له ياك ما غيتقضى العالم ما غيتقضاش العالم راه ما غيتقضاش كننصحك كل نصيحه
ينشوف تهديد كبير عليك حاول دائما عملية تنفس ركعتين صلي وهبط الأرض. الركوع يكون أكثر من 5 دقائق حتى 10 دقائق. السجدة ديالك ماشي الركوع عفوا السجدة هادي الأرض تبقى على الأرض باش التنسيون كامل بالتهديد يمشي للأرض. بقى حني على الأرض فيك الدورة شهرية اهبط على الأرض ما عندنا مشكل. ديشارجي ديك الطاقة هذيك خاصها ديشارجا مابقاش جالسة بها لأن التهديد غيهدك في الصباح غيرجع في العشية غيهدك في الليل غيهدك غتقدر تخرج من شي أشياء ماشي هي هذيك. حنا عندنا بعض القصص كنسمعو المرا سيبات ولادها بالطيقان ماشي جاتو سيباتهم هذاك غيكون تهديد داخر اللي مهدد ضاغط عليها ما عرفت ما تعمل حتى وصلت واحد المومنتو لأن العقل حنا قلنا عندنا جوج دل مقسوم عندنا جهة كتخدم وجهة كتوقف جهة كتوقف وجهة كتخدم وكل منطقة مخدماها بحاجة. إلا عملنا الضغط ايموسيونال فالمخ ما كيستوبي تما الإنسان شوف بين الأحماق وبين العقلانية كاين شعرة شعرة الإنسان يكون عاقل يجي أحمق شعرة وحدة ما كاينش طريق بعيدة نو 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 شعرة وحدة. كنشوفوا بعض الأشياء كنقولوا أوعدي الناس هادشي في ولادها الله يعمل لها والله يسمع لها وانتينا بعدا غير سمع خصك تفهم خصك تفهم العقل البشري بعدا كيف كيخدم مابقاش غتهضر. هادشي حنا ماشي كنشجعوا لك لا لا حنا كنشرحوا للناس باش يفهموا باش يحاولوا على الهدوء النفسي ديالهم. راه من أجمل الأشياء كنعطيو الطرق كيفاش الناس اللي يحسوا بالغضب كيفاش يقللوا من الغضب. اسحق واحد عندي أنا كان كيطيح في الأرض ويبدا يترك اللي في الأرض مع منين جاب هادشي الله يسر هاد الجينات اللي جابو ملي دابا شويوش دابا كيتفقع ولكن ماشي بحال قبل. خصنا نخدمو مع نفسنا ومع اهلنا. دابا هو يدوك يقولي التنفس تنفس 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 يعني التنفس اذا المره اللي جالسه كتشوف التهديد عليك بالتنفس وعليك تنزل الجبهه ديالك للارض على الاقل باش التهديد الثاني تقدر تتقبله عاود تدي شارجير في الاخر غادي يعيا هو. هذه طريقه احسن طرق ما تجاوبوش غيتفرقع هو في الاخر هو غيمشي متاخر. غنوريكم الطريق الصحيحه اللي غادي تشبروا دابا وعملوها واجيو غترحموني ولا ما كنردوش. طاقة سمعناها طاقة نشارجيوها خرجوها طاقة سمعناها طاقة ومن كتدي شارجيها انت راه كترجع له اجي تفرج غيخرج من الزنقة غيدابز مع شي واحد غيديوها حباب الله غيقبو عليه يديوها. هذه بعدا هذه بعدا كما انا مسميها حالي من غيشوف انت ما غتعمل له انت حتى قاص يعني غتعطيه النخل غيخرج الزنقة غيشوف مع من غادي يدابز مع الضربة مع اسطافيكة البوليس مع جمعو يلاه يدخلوهم داخل يعطيوه البيصارة والعديسة والحميميسة صلاة على النبي. خصكم تتعلموا كيفاش تخرجوا من هاد المآزق اللي كطيحوا فيها وكترجعوا كتكونوا نتوما كترجعوا ضحايا في الأيادي. هي ماشي القوة هي قوة العقل هي اللي سايرة العالم الآن ماشي قوة البدن. خدام البدن على اللي بغيتي دابا عندنا اللي ماشي اللي كيطلعوا يهبطوا مابقاش الإنسان القوي يعني هو اللي ما كنستناوهاش. عندنا اشياء ثقل باش نحملوها عندنا كراراس وعندنا الات كيمشيو بالضوء ولكن قوه العقل البشري هي اللي خدامه الان. اي واحد خدم على العقل ديالو بطريقه صحيحه ويكون على اكيد انه غيستفد من بزاف الاشياء في الحياه. انا ما نهضرش معاه اللي سمعتم خرجوا اللي سمعتم خرجوا هاد الكون هذا راه قلت لكم ناموس كوني كامل مضبوطه الاشياء فيه اللي عطيتيه راه كيرجع لك. انا عطيت هذا الموضوع هذا فيه الخير وفيه هذا راه خير غيجيني من حيث لا احتسب. صدقتي مثلا 10 اورو كن على يقين انها غتجيك 100 اورو. قلتي كلمه طيبه كن على اكيد انهم غيجيو 5 6 حتى 10 الناس غيمدحوك مدحا جميلا. عاونتي انسان كبير في السن قطعتي عديتي به الطريق لانه ما كيشوفش
ابنك جيس في الكاراتيه كان غير يضربوا شي طنوبر ومشى شي واحد مقتولك. هذاك الخير اللي عملتي تما راهو مشى عند ولدك كان غيطيح راه فاينه في البير، جا شي واحد ونقذولك، كان راه هو في البحر كيعوم كان غيغرق، داز قدامه واحد تسلط عليه ردولك هزولك، ما وقعتكمش؟ راه ماشي عن عبث، ماشي عن عبث، خصنا نقراو ونشوف الكون كيف انه ماشي، ماشي عن عبث. كما كان شي فلان، ماشي كما كان شي فلان، كما كان شي داك الخير اللي عملتيه وداك الطاقة اللي عملتيها انتينا مشات ورجعت لك. حتى حاجة ما كدير، حتى حاجة ما كدير، كلشي كيرجع لنا. إذا أي إنسان كيحس بأنه عنده تهديد لا داعي تواجه هذاك الإنسان اللي كيهدك، لأن هذاك أصلا طاقة سلبية. إلا دخلتي معاه في المعركة فأنتم بقيتوا في نفس الخط، بجوج بكم غتهبطوا لتحت. ما معنى غتهبطوا لتحت؟ غيوقع إما غيضربك، إما غيقتلك، إما غتقتلو، إما غيشرط لك وجهك، إما غتشرط له وجهه، إما غتنوض تسحر له، يعني ما غتدخلش في شي حاجة زوينة معاه. غادي يديها من عندي يعني 100%. لأن هذيك الطاقة السلبية غتسلب منك كل ما هو إيجابي، غتخلي لك الداخل ديالك فارغ، غيبقى العقل ديالك كيدور في الفارغ. ما عندوش على شي حاجة شي باص باش يتركز عليه، كلشي في الفارغ، يبدا يبان لك غا المشاكل فين خصك غا تشوف شنو تعمل باش تحل بالمشاكل، ماشي تحل بالحل. إذا هنا منين تكون عندك واحد الزوبعة ماشا هذا التهديد خصك تشارجيها بهالطريقة هذه اللي هي الصلاة واللي هي التنفس واللي هي حتى الصدقة والدعاء. والدعاء حتى هو، لأن بزاف ديال الناس كيهضروا معايا كيقولوا لي حنا علينا ندعيو ما كاين والو. الدعاء شوف الدعاء عنده ثلاثة المسارات، إما يستجب لك، إما كتكون شي مصيبة نازلة وكتلقي كتحجب عليك ديك المصيبه، ولا كيتدخر ليوم القيامه. اذا انت راه بحال ها حنا خصنا داكشي دابا، الا ما عطاهليش الله دابا لان فيه خير لي، انا ما عطاهليش دابا فيه خير لي صافي، نتاكد ننسى الموضوع ونزيد من طريقه اخرى، مابقاش كاين ملايين الطرق. ما عطاهليش الله ما كاين حتى مشكل، اذا اما كتنزل شي مصيبه وحاجه ولا تدخر ليوم القيامه، غنجبرو نجبرو تما ننزل. دابا حنا ما كان الدعاء اللي هو فيه الفائده يعني الانسان يدعي قليل قليل اللي كيعمل دعاء. نعم اذا احنا قلنا هاد الايبوكامبوس يعني هاد الفرونتال ديال الجهه العربية وقيل الفاصية الأمامية والهذا، المهم ما علينا. بعض الأحيان كنهضر مع الإنسان كتقول له كيف نسين؟ كيقول لك بوركي؟ علاش؟ كيدور فيك ديك الدورة. ما تزيدش معاه. ما تزيدش تدخل معاه في جاوبك صافي حني راسك وزد حالك. خليه يكون جنابه. السيد هذيك طاقة سلبية عنده. أولا في الصباح مثلا الراجل كيصبح مع المرأة. أولا كيدخل كيبدا ينقر. كاين نخال. شوف من جدرك عاد ديالك خليه يبقى يبقى يندير حتى يصبح الصباح، خصوصا الا ما عندك فين تمشي. الا عندك فين تمشي ما تهضرش معاه، نقول لك شنو خصك تعمل منين يكون. الا عندك فلوس ديالك وعندك الدوره ديالك وعندك كلشي ديالك ما تهضر معاه ما تكلمو. ياك عندك هذا عندك فيه انترنت، الا كانت 12 الليل وحده الليل ما عندك فين تمشي في ديك المطعه اللي نتوما فيها، كدري سير بعض الليلات الاوتيل كتعيط للتاكسي كيجي يهزك التاكسي في الطريق، في التاكسي كتشوف الطياف كتعلق في حالك، خليه تما يبقى ياكل جنابه. هذا يعني هو الحل، لان ما يمكنش هذا الزمن حنا اللي وصلنا له السرعه، الانسان الله يسر غا فتح بقمو كيغوت
غير فتحت دخمو كيغوت الولاد حتى هما كيغوتوا. دابا كتجبر انا بعد منهم، انا مزوقه فيكم هادو اللي كيجيو يخليوا لي الواتساب هنا. العيال عاو عاو، علاش ديك العيال عاملين داك داك الهندقه في الدار؟ ياك لاباس كلشي كيغوت، انت غادي تهضر في التليفون خصك تخلي واحد الميساج. الميساج راه ماجي بزاف فيبراسيون، يعني باش تعرف بان الدار صافي ملخطه كامله. ديك الضغط اللي عندها هي والمشاكل اللي عندها والاوف والاهات ديالها غتطرح حتى على الولاد. مأثرة حتى على الولاد. كذلك الرياضة، الرياضة راه مهمة بزاف، كتخرج فيها الغضب. كنصح نساء ورجال، تينا اللي كنتي كتحس براسك يعني ما كتقدرش، شي لك هذاك عمل واحد المخدات جوج المخدات علقهم في الهواء، شي هذاك ديال البوكس وبقى، سواء راجل سواء امرأة. خصوصا داك الراجل اللي كيحس براسو يعني عنيف، غضرب مراتك، خصوصا إلا كنتي في أوروبا كتقول لك حنا نشري مطربة وعلقها. يا محمد كل عشية عملت الرياضة في المطربة، ها علق. كنهضر معاكم عن جد، خرج يعني داك الغضب كامل في داك المطربة. إلا كتفطي الراس أحسن، يضرب فيها الهواء باش يدي داك الشيء برا، لأن غتكون غير جالس ومع نفسك، لأن الداخل ديالك عندك مشاكل على والو، تقدر تمد زعما شي مصيبة على والو. عمري الراجل كيكون جالس تقول للمرا اليوم ماشي كنا غادي نخرجوا، كينوض من داك الطابلة ها هي عيال السمو يجيو على راسها وقلوبة، الطابلة تزات وكلشي والجاج طلع في الحيوط، كيسان كيطلعوا في الحيوط كينقزوا. أو ياك لاباس أسيدي مولاي، شي بس ما كاين هاد الطبلة اللي تايده في السماء وهاد الكيسان وراعبنا الولاد وراعبنا كلشي، عمل بحال هامان السلامة والعياذ بالله، عمل مطربة في التراسة وخرج عمل تريض مع راسك واحد شوية البوكس. هانتيني البوكس عرفتي قصر وغترحمني عليها، هذه نصيحة كنعطيها لك. سمع عندك كوتشين وعندك شي ما يقولوها لك، شي ما يقولوكش هادشي، ما يقولوكش لي الدواء، انا ما نقولكش الدواء، كنقولك شنو العمل اللي تحك، يعني لي ميكانيزم اللي غادي تقدر تخلي تنزل تنزل من هاد الكارثه اللي صابتك. وراح نختي لك نعمل لايك ما نقدرش نشبر لك. اذا هذه نقطه مهمه وهي الرياضه، خصوصا الرياضه اللي فيها التعب بزاف، كتشارجي وانت هضر مع ديك المطربه ونضربك، غادي نعمل لك غادي نصنع لك طق 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 تتخرج داك الغضب كامل باش تقدر تقابل، يعني باش تقدر تعيش واحد، غتبقى ماشي 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 حتى تشوف ان النفس ديالك نزلت، ان الغضب بقى كينزل من عندك، ما بقاش عندك الغضب اللي كان. تسمع الحاجه بدات تجاوز عنها وتمشي بحالك. شحال من البيوت الان سكسكس هو جا هو جا هو جا، عندك تقولها له تقولها له غيهرس علينا الدار. الام كتخاف من ابنها، الام كتخاف من ابنها، مصيبه وصافي. عندهم واحد في الدار ما يقدروش يهضروا معاه، الام خايفه، الاب حتى هو خايف، الاب الا ناض هضر كياكل في طهرو. او او سوري از يور فادر، هذاك الاب ديالك. وين غادي يا وليدي؟ وين غادي؟ وين غادي؟ وين غادي يا وليدي؟ وين غادي؟ وين زايد؟ انا هادشي ماشي من راسي كنجيبو، هادو غا عنو نتوما داكشي ديالكم، تبارك الله ودخلوا الطلبه وتشوفوا. الاب كياكل الزرده الهراوه من عند ولدو، يلا وهادي هادي حياه هادي. يعني هاد التربيه حاولوا حتى داك الفشوش بزاف راه ماشي مزيانين، الفشوش بزاف ماشي مزيانين. انا دابا باقي غادي نعمل لكم واحد الموضوع على الفشوش، ولا نفضلوا واحد على واحد، هذاك اللي كتفضلوا عليهم هو اللي غادي يجي يعطيك الزرادي الهراوه الزلاط. ايه الله فداك لهم، ايه نقول لك من هنا، ولا ما تقتيش يدخل بدا تشوف تسقسي ولا سقسي الناس ودخل تشوف كاين. اه ما كاين غير زرده من عند زرده، الاباء كياكلوا الهراوه من عند ولادهم، هذا هو، لان الا ما حبسناش هذا الشيء راه هذا الشيء باقي غادي يزيد. باقي غادي يزيد، ايوا شوف الزلاط نبدا ناكلو في الزلاط، على اخر يامنا. علاش؟ لان الكونترول اللي خصنا فن ديال الهدوء ما عندناش في الحياه ديالنا. كنناقش مع الاب ديالي، هذاك كيبقى الاب ديالي،
وخوي لما تفهمش معايا في الفكره ولا شيء حاول نتجاوز. نحسبوا حنا الاب ديالي كان كيعنفني ملي كان صغيره، واش انا من غادي نكبر غنردو داك الشيء؟ لا بالعكس، انا خصني نكون احسن من الاب، ولادي خصهم يكونوا احسن مني، يعني خصني يكون واحد التطور اللي هو في الانسانيه اللي هو تطور ايجابي، ماشي انا يا الام ديالي علمتني حتى انا خصني نرد لها المثل. هذه راه ما كتخش للعقل، ما غادي نعيش انا السلام الداخلي، ما عمري غادي نعيشه. انا نعيش مع الحب، نعيش مع العطاء ومع السلام. اذا قلنا الرياضه خصوصا اللي هي فيها الاثقال، تقدر تهز الثقال شي واحد 10 كيلو الثقال ولا شقير هيدا يكونوا عمرهم قد هزوا، يعني باش تحس بالعياء وعمل واحد الدوش والاستغفار. حنا راه خصنا نستغفر، والاستغفار ماشي هي استغفار دمية، استغفار خصك من الف من فوق، خلي لنا مستغفر دمية ونايدا كتجري، استغفار خصك الاف 5000 الفوق دعلا قد نوض كتجري، طلع الهيدا من الطاقة وطلع الجيران اش كيعملو البلوى. حاجة واحدة أخرى، بعض الناس سبحان الله حوادث السير كنشوفوهم بزاف، خلينا من حوادث السير اللي كيوقعوا بشرب الكحول أو تعاطي المخدرات، هذوك أنا ما كنهضرش عليهم، ولكن كنشوفوا حوادث السير إنسان ما كيعملوا له هذا كيجيب ما شرب ما والو، دخل في حيط، دخل في بالو، دخل في بنادم، قتل مرا، قتل راجل، هذاك راه سايق وهو غير جسد حاضر في الطوموبيل، العقل ديالو هرب عليه وهو ما قدرش يتحكم في عقله يجيبو. اتونسيون، هادي كتوقع بزاف في الناس كتوقع لهم، الا حسيتي براسك في هاد النقطه هادي عاود شوف برطيلي الطوموبيل عاد كسر، كتقول لك حنان رجاء طبيب، راك اما غتموت ولا غتقتل او غادي تخلي شي واحد في الشليه. يا الناس بزاف كيساو، اما كيدخل في حيط، كتشوف راسك دخلتي في حيط وباقي غدا رجع هز الطوموبيل، لا شتي راسك كتسوق طوموبيل مشا تا كيبيب عليك شي واحد اخر خرج له في الكارين ولا شي حاجه، هنا عرف بانك انت لا ماشي عادي، لان المخ ديالك خصو استراحه، لان المخ ديالك اما ضغوطات اما مشاكل اما يعني عندك زوبعه ديال المشاكل داخله لك في المخ ديالك، كتمشي معاهم تساهم معاهم وكتخلي الحقيقه اللي انت في يدك واحد لابار في يدك واحد السياره اللي ماشي بها كتسوق وماشي في الطريق، وهذيك الطريق ما فيهاش غير انت، فيها انت وفيها اخر واخرى واخرى، يمكن لك تدخل في طوموبيل فيه اطفال وعائله كامله تقتلى، يعني هادو الاشياء اللي الانسان راه ما كنردوش البال وما كنعتبروهاش اخطاء، ما على بالناش حتى كتجي فينا مات مسكين باش ويلي جا واحد الطوموبيل ودخل فيه كان شربان مول الطوموبيل اللي غاسيله، ما شربان ما والو جبروه، قال لك غخرج هيدا دخل هيدا جا فيه مقلوب، لا ماشي دخل هيدا جا فيه جا دخل فيه خرج فيه دخل فيه نعس عليه بط عليه طلع عليه، خلونا من الهضره خويا بقاو تشرحوا الناس نتوما الخرايط، هادو ناس راه جسدهم غايب حاضر والمول العقل غايب، وما يمكنش العقل يغيب على الجسد، يمكن لك يغيب لك على الجسد في السرير ديالك، نعم اسيدي ماشي مشكل، في الدار ديالك بس كتفرج تلفزيون هذاك شغلك انت جالس ما غيوقع حتى حاجه، ولكن انت سايق طوموبيل او سايق طياره او سايق طوبيس او سايق، مستحيل من تحس راسك انك دخلتي في هذه المرحله هذه خصك تحبس خصك تعمل تشوف علاج راسك، راك غادي تقتل شي واحد ولا غتقتلك شي واحد او تجرح شي واحد او تخلينا شي واحد في الشليه، وهذا الشيء حنا ما نقدروش نعرفوه لان عندك انت هذا المشكل، انت الوحيد المسؤول عليه هو انك كتشوف راسك بديتي كتشوف وبدا كيمشي، حط لي السياره دير لي عند الطبيب شوف العلاج ديالك، ما يمكنش تزيد باي حل من الحلول لان غتسببنا في ضرر، قد ادينا واحد اخر، حنا هضرنا باننا حنا عايشين في مجتمع، حنا ما عايشينش في غابه، عمري كتجي تدخل في بالو ولا تدخل في حيط، هذاك واخا هيداك حنا ما بغيناش تدخل في بالو ولا تدخل في حيط، اذا انت ملي كتشوف راسك عقلك كيغيب تبيب عليك كتدخل وتخرج كتسهى طول ما عاودتي تشبرها.
اذا اللي قلنا الازورت هانتوما كتشوفوا حجر يعني جميل جدا جدا جدا. هانتوما كتشوفوا الحجر يعني خام ديال الازورت هانتوما كتشوفوا سبحان الله. في يدي كذلك هانتوما كتشوفوا يعني كاين كان عنده حجر صغار يعني في هذا اليد وعاد هذا في يد الازورت هانتوما كتشوفوا. كل ما كان الزرقاء اكثر كل ما كان اغلى اكثر يعني كل ما كان زرق يعني فائق. فهذا كله حجر العنق حجر الازورت. اللي بغى يعرف على الازورت انا وقيلا سبق لي شرحت على الازورت كنت عملت موضوع على الازورت. يعني اللي كيشوف راسه ما قادش اللي كيشوف راسه خصو يتعاون اللي خصو على الهدوء وكيشوف راسه دائما كيجيب مشاكل راسه والدباس في البيوت هذا عليكم حجر الازورت حتى هو كيعاون عليكم باللون الازرق حتى هو كيعاون. ايوا لاله اش بغيتي كثر هلا بيرفل ثانك يو سو ماتش. المهم اذا كملنا باش نمشيو نقضيو حاجه لراسنا ونعملو حوايج اخرين. كنشكركم بزاف تحيه عطره من برشلونه. دمتم في رعايه الله. كنظن غادي نعملو لايف اخر كنظن ام نوت شور ولكن ان شاء الله يكون خير. اذا جزيل الشكر على الموضوع بارك الله فيكم. نتمنى تكونوا استفدتوا كاين الاستفاده بعد هذا هو الاهم. اذا الى الامام عزيزه فيلال شكرا للغزاله. اللي بغى الاحجار رقم التليفون راه عندكم كاين في الصفحه غادي نكتب لكم هنا باش نخلي لان دابا ساعه كتصقسوني على رقم التليفون هو عندكم 0034 just one second no 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 I did a mistake yeah 602 yeah this is my number my phone number and with the whatsapp هنا هذا هو رقمي. اذا اللي بغاه راهم تحت المواضيع كلها اللي كيجيو الناس كيقولوا لي فين الموضوع ملتي حنا كنا بديناه مشينا نعسوا الموضوع بديناه مشينا هذا عاد رجعنا ما جبرناش. اخوه المواضيع كامله كتمشي لليوتيوب اللي ما تفرجش دابا يقدر يرجع لليوتيوب وغادي يفتش عليها راه غادي يجبرها. اذا باش يكون في العلم ديالكم ديدي احيا عزيزتي انا مزاوقه فيك لما تكتب لي واحد الميساج ديال الغزاله التليفون ديالك ما بقاليش ديدي دينا يلا الغزالة اذا بارك الله فيكم شكرا للاصدقاء. عندي اصدقاء هنا من الطفولة ديدي احيا وحدة ياك ديدي اش رايك حالا بقى هي هذيك ما تغيرتش هذه راه كتعرف عليا بزاف هذه راه كنز ربي يحفظكم. نعم اذا تحيه لكم غادي نخليكم ان شاء الله نتلاقاو ساعه اخرى بارك الله فيكم شكرا لكم.